السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم الملاعب والمدن الجاهزة لبطولة كأس إفريقيا للمحليين، والتي ستقام في شهر جانفي القادم مطلع العام. والآن لنعرض عليكم الأربع مدن والأربع ملاعب الفخمة لاحتضان كأس أمم إفريقيا للمحليين. أولا الجزائر العاصمة، مجهزة بكافة البنى التحتية التي تساهم في إنجاح هذا العرس الكروي، وستكون ممثلة بملعب براقي الجديد بطاقة استيعاب 40,000 مقعد. ثانيا مدينة عنبة، تقع شرق العاصمة الجزائر بحوالي 580 كيلومتر، وهي أحد أهم مدن الجزائر. ستكون حاضرة بملعب 19 ماي بطاقة استيعاب أكثر من 50,000 مقعد. يذكر أن ملعب عنبة يحتوي على أرضية ذات العشب الهجين، وهي أول أرضية تستخدم في الجزائر والثانية في إفريقيا بعد ملعب السنغال الجديد. ثالثا قسنطينة، تقع شرق العاصمة أيضا بحوالي 400 كيلومتر، ستكون حاضرة بملعب الشهيد حملاوي بطاقة استيعاب حوالي 25,000 مقعد، والذي عرف إعادة ترميم كلية وانتهت الأشغال به بنسبة 100%. رابعا وهران، عاصمة الغلب الجزائر، تبعد عن العاصمة ب 400 كيلومتر، ستكون حاضرة بملعب ميلودهيد في الأولمبي بطاقة استيعاب 40,000 مقعد، وهو ملعب بمقاييس عالمية. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.